أيضا الآن لتحليل هذه البيانات معنا محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. صباح الخير لك سركيس. صباح الخير. شهدنا هذا اليوم بعض الانخفاض في الدولار الأمريكي، وقد بدأ هذا الانخفاض في الدولار الأمريكي منذ يوم أمس بعدما قلت المخاوف تجاه التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أعلنت روسيا عن سحب بعض من قواتها عن حدودها مع أوكرانيا. لكن هذا اليوم ينتظر المتداولون العديد من البيانات الاقتصادية، والتي تشمل بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الإنتاج الصناعي، ونختتم اليوم مع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. الدولار الأمريكي يشهد حاليا بعض الانخفاض مترافق بعودة الثقة للأسواق المالية، فانخفاض التوترات الجيوسياسية ساهم في توجه المتداولين لأسواق الأسهم، أسواق العائد المرتفع، وقد شهدنا ارتفاعات الأسهم الأسيوية هذا اليوم. يوم أمس مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت، عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع هذا اليوم أيضا، مما يتسبب في ضغط على الدولار الأمريكي، لأن المتداولين يستغنون عن الدولار في سبيل التوجه للأصول الاستثمارية عندما ترتفع الثقة في الأسواق. وبالتالي نشهد بأن العملات تستفيد من ذلك. اليورو عم بيرتفع مقابل الدولار، الدولار 13 سنت بيقترب من دولار 14 سنتا، كذلك الجنيه الاسترليني استطاع اليوم الارتفاع، خصوصا مع صدور بيانات التضخم في بريطانيا، والتي أظهرت ارتفاع غير متوقع في التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين من 5.4 إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى تضخم في بريطانيا منذ تسعينات القرن الماضي. فالأسواق المالية هذا اليوم تترقب محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي، لكن مع بعض الانخفاض في الدولار الذي سببه ارتفاع الثقة في الأسواق. نعم، يعني عندما نتحدث إذن عن الأجواء الجيوسياسية، من جهة أخرى نتحدث أيضا عن ترقب المستثمرين يعني رذم لنقل أو وتيرة رفع الفائدة. ما هي التوقعات يعني تجاه الدولار الأمريكي في ظل المعطيات المختلفة والمختلفة التأثير إلى حد ما؟ الآن هنالك موضوعان أساسيان يؤثران في الدولار الأمريكي. الأول الثقة في الأسواق المالية، فكلما ارتفعت الثقة ينخفض الدولار، وانخفاض الثقة وزيادة المخاوف تفيد الدولار الأمريكي. لكن من ناحية أخرى، الدولار على المدى المتوسط والطويل ما زال متأثر ويشهد اتجاهات صاعدة إجمالية مقابل سلة العملات الرئيسية، وذلك لأن التوقعات حتى هذه اللحظة تشير إلى أن الفدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة بشكل متسارع هذه السنة. التضخم الذي وصل إلى 7.5% والأعلى منذ 40 عاما قد يدفع الفدرالي لاتخاذ خطوة جريئة الشهر المقبل، وهي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بل إن بعض الجهات أصبحت تتوقع رفع الفائدة بأكثر من 5 مرات هذه السنة، مما قد يطفي على الدولار الأمريكي اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل، رغم الانخفاضات الطفيفة نسبيا التي اعتبرها طفيفة التي يشهدها هذا اليوم، والتي قد أيضا تؤثر على حركته على المدى القصير. محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي هذا اليوم لن يتم اتخاذ قرارات فيه، لكنه توضيح لأسباب اتخاذ القرار السابق بالفدرالي، وربما سنحصل من خلال محضر الاجتماع الذي سيصدر في الساعة 9 ليلا بتوقيت المملكة على مزيد من المعلومات حول توجهات الفدرالي الأمريكي تحديدا خلال شهر آذار المقبل. نعم، كيف سينعكس يعني أيضا موضوع الدولار على الأسعار بالنسبة للذهب أو حتى النفط؟ يعني هل هناك حذر إلى حد ما، أو حتى للأسواق المالية، هل ترى أن هناك حذر وترقب لما سيستقر عليه الدولار؟ بالتأكيد الدولار الأمريكي يتم في الأسواق المالية العالمية تسعير أغلب الأصول بواسطته، يعني الذهب مسعر بالدولار الأمريكي. يوم أمس انخفض الذهب بعد ملامسته الأعلى من 3 أشهر عند 1879 دولار لمستويات ما دون 1850، لكن عاد الذهب وارتفع مع الانخفاض الطفيف الذي شهده الدولار ليتم تداوله اليوم عند 1800 أو أعلى من 1850 دولار للأونصة الواحدة. أسعار النفط أيضا انخفضت وبقوة يوم أمس مع انخفاض التوترات الجيوسياسية، لكن في نفس الوقت انخفاض الدولار قدم لأسعار النفط دفعة إيجابية
صاعدة فأسعار النفط وأسعار الذهب أيضا تتأثر في تحركات الدولار الأمريكي وبالانتقال أيضا لأسواق الأسهم. فهنالك في الوقت الراهن علاقة مهمة ما بين أسواق الأسهم والدولار، فارتفاع أسواق الأسهم قد يكون سبب لانخفاض الدولار لأنه المتداولون يستغنون عن الدولار ويتوجهون لأصول العائد المرتفع، بينما انخفاض أسواق الأسهم يتسبب في طلب الدولار الأمريكي لتصفية المراكز المالية والخروج من المراكز المالية وجن الأرباح، وبالتالي يزيد الطلب على الدولار مما يزيد من قوة. أخذين أيضا بعين الاعتبار تأثير عوائد السندات الأمريكية التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، هذا كله مزيج مؤثر وكذلك يتأثر في الدولار الأمريكي في الأسواق المالية العالمية. واليوم قد نشهد تحركات ملموسة في الأسواق بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي. أكيد سنترقب كل ما هو جديد في هذا السياق. شكرا لك سركيس نزار، محلل أول أسواق مالية إكويتي جروب.